هلا والله وحياكم. اليوم راح نكمل مشوارنا في دارك سولز، آخر حلقة وقفنا في اللي هو الكروسيفيكشن وودز، اللي هو غابة الصلب، اللي أتوقع هذا يعني هنا الجزء المليانة الصلبان اللي يعلقون فيها. سمعت شو صوت؟ ما أحس عليه. أوه مجموعة. تونا نبدأ. الحين نقدر ندخل شوي داخل في المستنقع او نستكشف. هل احنا اخر مره رحنا هنا وبس طلعنا على طول؟ اوف والله سريع ما نام شيء. ذكرني بوحوش بلاد بورن. شنو هذا؟ اوكي نازلين صاعدين. ايش سالفتهم هذا؟ تنزل تصعد في صوت غريب بعد. كان واحد قاعد يضرب السيف في جدار. اوكي اوف ما صار له استاذ. في واحد فوق يمكن. اوكي بايك خلى السلاح حقهم. اوكي استس شارد هذا شيء مهم. طيب دقيقة بس طلع السلاح شوف اذا فيه لور ولا لا. بايك لونج سبير وذا فيري لونج هيلت. لا مو هذا. لا كان الا بايك. مو كان بايك ما في غيره. اوكي هاز لونجس بلا بلا. لا ما في شيء له علاقه بالقصه. طيب هنا مكان مسكر وهناك برضو مسكر بس قاعد نسمع واحد. منين اصعد له؟ اوكي ننزل ولا لحظه هذا ايتم هناك. اوكي ننزل. طبعا ما اسال فيها ايتم. جرين بلاسم. من هنا المدخل. مرحبا. شغل امبوش. اوف اوف اوف. اسمع بعد اللي هو الليزرد. ما شكله في شيء ثاني. مسكر هالغرفه بس. سيج رينج. سيج رينج. وين الرنجات؟ مريت عليهم ولا لا؟ هذا سيج رينج شورتن سبيل كاستنج تايم. اوكي احنا ايش حقي؟ احنا نبغى نشوف دقيقه بس صوت هنا قريب. لا اوكي
نبي نشوف اللور. A ring given to Faron's undead legion by one of the preacher's twins. Known more commonly as crystal sages. Okay. Faron region وفي twin preacher sorcerer's hood robe. طلع عليه مع انه ما اتوقع لانه احتمال واحد من الستارتنج اتاير فور سورسرر فروم فينهام. اوكي دراجون سكول سمبل هود البقية اتوقع نفس الشيء راح يكون وين سورسرر سكروب لونج اش كلر دروب زي لا بس ما في شيء بس انه طيب احنا تأملنا يكون هنا الطريق بس اشوف هذا مكان غريب كذا بس هذي البراميل تنفجر ولا ما تنفجر احنا الفاير اروز راح يكونون من زمان ما لعبت اللعبة نسيت حتى شلون اصوب اوكي نوب ما ينفجرون هو الظاهر اللي يكون مسكرين بقماش هم اللي تفجروا بس يعني الواحد حلو انه يتأكد اوكي وين الطريق اجل قباقب مسالمة من هنا في ايتم هناك بس دقيقة خله وش ذا نفس لا هذا شيء شيء جديد ذا ولا ما في نكبة اوكي ذا واز فاست ايوه لا معقولة معقولة اشوه زفت الاصدار قبل ما اكمل هنا ايوه ماجيك هو الكمبوس حقه ايوه بعد ما حسيت عليه زين انه زمجر اوكي وهذا راح يودي لل الجسر يمكن او في تحتنا في 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 ايتم اوكي شوف شو الايتم رينج اوف ساكرفايسز واحد ثاني ما شكله نقدر نصعد من ذيك الشباك فخلنا ننزل هذا المكان ما صعدنا اول بس هنا ايش كاتب هذا Warriors slumber ahead احتمال في بون فاير قدام ننزل هنا كان في بعد طلعة بس اذا بننزل هنا ما راح نكمل فوق فخلى اول شيء صار في اكثر من دخل الحين كريه لما يصير كذا وهقة ما تدري وين تروح اول اوكي يعني بس في فايدة ولا بس حسب انه يعني اني شوف طاع وين وصلت وين نقصت ما اتوقع في فايدة بس هذا ابني نطلع له هنا من هنا صح احنا في طريق احنا نسينا نكمله عاد احنا اساسا يعني لازم شوي نتقمص الدور كيفي ايشن هنا في كنا في واحد هنا في ايتم هناك بس اوه لا في واحد بعد زين زين حسينا على ذي
شو وين تودي ذي؟ ولا يتم ما نقدر ناخذها من هالجهة. اوه يطلعوا بلين. We deal with you first. عنا هيل. اوكي في ثلاثة الحين. اخر عنا ارجع. لا صادني. شكرا. طعم ظهره. طيب كان صاير فيه undead wizards undead wizards undead sorcerers فانترستنج يعني شل اسمها القلعة. هو قال في فارن كيب. يمكن هذه فارن كيب. احتمال هذه فارن كيب. تف انمي اهد. هذا شكله بوس. مكان مفتوح وباب ضيق على مكان مفتوح. هذه بوس. خلينا نرجع له بعد شوي. استكشف الاماكن الثانية اول. حلو والله حلو المنظر. اوكي كان اكيد يعني هنا مكان السورسررز كانوا عايشين يعني. شوف كتب. زين ابي الايتم وين اخذه. كيف هي لا الطلعة احنا راح ترجع للبداية. بس الايتم وين من وين من وين صعد ولا اوكي من هنا. وهذه من هالجهة. احتمال يعني لازم من جهة البوس يعني. يا من جهة البوس. 5000 صار. يلا نجرب. اوكي هنا البوس. لا والله هذا بوس. كريستال سيج. اوكي بس اكيد راح يكون في ستيج 2. ايوه بدا ستيج 2. ليه ستيج 2؟ صار اكثر من واحد. واحد مو واحد كذا. اوه والله كم واحد. اوكي اتوقع اللي يسوي كاستنج ايوه هذا الصدق. ايوه اللي يسوي بالبنفسجي هو الحقيقي. دام انه ما بنصد ما اتوقع بنصد. لا مو بلا خليني اشوف اي واحد يسوي كاستنج. ايوه هذا اوتش. ما اقدر اهيل ما اقدر اهيل. لا والله كنت فيني قاعد طالع موت. اوكي طالع من الربكة قاعد طالع الاتش بي حق البوس واقول ايش فيني ما قادر اهيل. اوكي ذا واز نوت باد. كان يطلع اكثر من نسخه منه بس النسخه الوحيده اللي النسخه الحقيقيه كان اللي يسوي ماجيك بالبنفسجي. طيب اخذنا السولز حقه.
عادة السولز يكون فيها بعد كريستال سيج. يقول لك سول اوف ا كريستال سيج ون اوف ذا تويستد سولز يوز افا اوكي ذا توين كريستال سيج وان سيرف ذا اس از سبيريتشوال جايدز تو ذا سكولرز اوف ذا جراند اركايفز اند وان ونت اون تو الاي وذ ذا اندد ليجن. اوكي يعني كان في اثنين من كان في توين سيج توأم واحد اثنين هم كانوا اللي هم القادة الروحيين حق الجراند اركايفز او الارشيف الرئيسي او العملاق وكان واحد منهم راح صار مع الاندد ليجن اللي هو اتوقع اللي هنا لانه هو قال ذيك النايتس اللي شفناهم الواحد اللي من استوريا نسيت اسمها قالت ان في اللي هو الفارن ليجن قلعتهم جنب الغابة فهذا احنا الحين فاتوقع بقايا قلعتهم يعني. طيب احنا جينا من هنا كنا نبي نطلع حق ال اوكي الايتم كان سهل الفايت شوية في الاخير صارت ربكة ما لها داعي وهذه المشكلة لما تقطع اللعبة وترجع تقطع اللعبة اوه هذه دث هذه اسمع صوت بعد في كريستال ليزرد وفي شكلها انتحرت الكريستال ليزرد هالاشكال الخم بعد مرة ثانية ايوه هذا اللي بغيناه خلها ارجع للبون فاير نعبي الاستس كي دوكي هذا يشبه ليش كنا نشوفه من قبل بس هذا شمترس على ظهره بس خلينا نشوف شو الفرق الله واحد شافني من بعيد اوكي not that bad بعد عايش واو اوكي جبت العيد رويالي توقعته مات انا وذاك التعيس اللي حس عليه من اخر الدنيا وين الثاني بس طلعت هنا غريبة بعدني اسمع الكريستال ليزرد وفين ايوه هذه هي يا انا ابي الطريق ذاك وين من وين اوكي هنا والله لا this is death بس في طريق احنا ما شيك اذا هدن ولا لا
try شنو؟ Therefore try jumping. من جد ذا ما اشوف شيء، لا ارى سوى الموت. خلنا نطقطق على هذيلي. ضرب السهم ضرب ضربها. ايوه هيد شوت، ايوه هيد شوت. ضرب عادية. تخلصنا من هذا. في شيء ثاني؟ ما في الا انت. تراي استهبال هذيلي. اوكي شلون؟ طيب قعد مكانك. بون فاير هيد، يبينا نرجع لنستكشف المستنقع. تركناه الحين. اوكي هذا البون فاير. اوه ايتم، اوه هذا شكله غريب. دقيقة، هذا كنا شخصية، هذا مو ايه. لا شوف طالع لبسه. راح اشوف ايش سالفته. بيواري اوف بتريل. اوكي نكون منتبهين. اجل اوه بل وجع. ايوه بعد سورد ارت. ايه بيفك الشيلد. حركاته كلها حركات ثيف. افا قوي ما علامة شيء. مب علينا تايمينج. لا 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 اوه شحنه شحنه الضربه. اي داي جيناك بامان وجيت بعدين كفت فينا. عطنا ايتم ايتم. ما اعطى ايتم. بس غريب الصوت طلع. اوكي ناخذ ال وات ايفر ذيس از بالادينز اشز. Paladin's Ashes. Paladin's كان شكلها زي اليد. ايه Shrine Hand Made will prepare new items. اوكي احنا ما حصلنا امبر اش اللي كانت تبي. كانت تبي امبر اش بعدين شرايها. هذه البياع اللي في الشراين كل ما تجيب لها آه
شكل ما تجيب لها سيرنا. في واحد واقف هناك كل ما تجيب لها آش معين. هذا هم واحد واقف نفس شكله نفس الشلة اللي تحت قطع طرق او انطقطق عليهم شوي. انطقطق على هذا بس بعدين ارجع. او في الطريق هنا بعد. يا الله ايش كثر الاماكن اللي يبيلها الواحد يروح لها. اهلا هذا عاد فاس هذا واحد. اوه بعد سوى باف ثاني ما يمزح معاه. بس احنا ما نمزح بعد. اوف 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 لا 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 واو اوكي صدق صدق ما يمزح معاه. وي اوكي فلوسه واجد. نزل ايتم سبايدر شيلد اللي كانت عنده. سبايدر شيلد يا طويل العمر not really good. بس شنو اقول لك bearing a large etching of a spider shield that are commonly used by savage mountain bandits. قطع طرق جبليين and offer high resistance to poison. اوكي انها ضد البويزن زينه ضد البويزن. يعني اذا مثلا قابلنا بوس جامد البويزن فيه ترجر اهيد. مشكله يا اخي شله دارك سولز ما توثق فيهم واجد. بس ننط وين ترجر وين ترجر يا هذا ال نصعد بعد يبينا نلفل لفل. اوكي والله صادق كريست شيلد كريست شيلد 95 حلو. لا هذا ابزورشن 100% سوري. نايت شيلد انجريفد وذ كريست حلو شكلها بعد. بلو شيلد ذا كريست شيلد جريتلي ريدوس دارك دامج. اها هذا ضد الدارك فصار عندنا الحين ضد البويزن او ضد الدارك. طيب احنا قلنا نبي نروح المستنقع ف نروح المستنقع نستكشف فيه شوي بعدين نرجع ل هذه يعتبر كاثيدرال اوف ذا ديب. وصلنا حق اللي هو اللي قاعد فيها الاول لورد اوف سندر اللي هو اللي شو اسمه الدريتش اللي كان قصيص بس بعدين صار عجبه صار كانبل اللي هو اكل لحم بشر ومن كثر ما اكل انتفخ 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 بعدين صار هلام وحطوه داخل. ما ادري شلون البايس اذا بنحاربه شلون يصير الفايت اذا بنحارب شيء هلامي يعني ولا شو السالفه. المهم احنا قلنا نبي نستكشف المستنقع دباغب هذول ما يسوون شيء. اوكي الظاهر بس الكبير اللي هو الاجريسيف. الله من وين من وين ايش دعوه يا اخي. اوكي ما نبي نسحب الثاني لانه ما في اثنين بخلي الفايت. خلي الفايت تكون قريبة هنا. قاعد
قاعد يرغي ويزبد معصب. خذ حلوة الحركة من آخر الدنيا شافوني. يعني أجل هذا بعد بيتحرك، شوف اللي هناك في واحد ثاني هم بيجيني، يعني معناها فلازم أكون منتبه له. طيب شيء هناك في ايتم من هنا اطلع له. اوه هذا بعد في واحد واقف هناك. دقيقة اجل خلينا ناخذ الايتم زول قبل ما كلمة. جثة unknown traveler مسكين. اوكي هذا اللي من هنا، فخلنا ناخذ. ما من هنا طلع. اوكي لازم نصعد ليفل زياده، معناها لازم نحارب هذيل اللي هنا. هذا واحد، كلك واحد ثاني بعد. لا بعيد. اوكي خلاص بس اللي في اللي فوق. يلا عاد ساعات تصير تعليقات ما لها داعي. وين هذا الزفت الثاني اذا اللي قاعد يطلق؟ انت بتفهم معاك انا بالثاني. اوكي هذا طيب وصلت لك. كان صدق من جد موته غبية لو ان صادونا بهالتعليق حقتهم. جولدن فالكن شيلد شكلها زي الفالكن حركات. هذا حق يمكن واحد رويال. ميتال شيلد فاشن ان ذا فورم اوف ا فالكن وذ وينجز اوت ستريتشد. The Golden Falcon was the emblem of an ancient band of sellswords. لا طلعت حق ناس sellswords اللي هم missionaries شو يسمونهم؟ للمرتزقة. اللي they will fight for money، يحاربون بالفلوس عشان الفلوس. And even to this day many mercenaries remain who look up to it as a token of good fortune. Okay. حقة مرتزقة يعني هذا كان واحد منهم. طيب خلاص اخذنا الايتم اللي من هنا. مشكلة احس الحين صار في دخلات وروحات واجد، ما ادري من وين بدينا من وين. عندي احساس ان يا هذين بنحاربهم. ايوه 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 جاك متحمس. ايوه عجبني كبر السلاح حقه هو ايش ضخمه والشيرد حقه ايش صغرها. لا صاروا اثنين. الله هذا ما يتعامل بعد معاه سيف. نحش نبي نفصلهم، نبي نفصلهم عن بعض. اوكي واحد منهم طاح. طلع طيحان طيحه مره ثانيه. اوف والله وصل لي. طالع طقه سريعه. ايوه بدا هذا اللي كنت خايف منه، واحد يهجم واحد يسحب. حلوه الحركه. لا اثنين ثلاثه خلاص هذا معقولة شعره باقي لك اخر انت. اوكي اهلا
سهلا. ودي اسوي له باري بس اخاف اذا ما اجيبها. ايوه لا والله تصدق، لان خشبه ما تعور واجد خشبه. يلا عاد، ولا هو بعد مو دامج بس اهم بعد اذا لا الحين يعور. يلا نبي ناخذ ايتم خويك. هاي هيل اوف. يلا انا اللي بسوي لك فاري. لا عاد لا تهيل. اكسايل جريت سورد، هذولي منبوذين منفيين. وينها اكسايل جريت سورد؟ بلود ستين جريت سورد ويلدد باي ون اوف ذا. اها اوكي، هذولي قاعد يمكن هنا فارن هو بريزايدز اوفر ذا سلمبر اوف فولن واريورز. The blade is a reminder of the exiled past misdeeds. Inhuman strength required to wield this. Okay. هذا جريت كلوب، احنا اخذنا جريت كلوب من قبل. مستنقع لسه في اي شوف طالع هناك ذاك، ما ادري يبين الحين هنا كذا. لا ما يبين كذا. اي شوف ايتم ايتم. ايوه اهلا. اوه هذا شكله غير. واحد مودلد على ميل، واحد مودلد على فيميل. ذكر وانثى الظاهر. ولا خذ. والله ما تعور واجد. يلا في مجال انه يعلق على الواحد يعني. كان ما باقي لها. جريت سوامب رينج، حط ايتم. يا اهلا وجاي من ورا احسن. بوتس بايرومانسيز، ايه لان ال بايرومانسيز هنا بيتهم، هنا مقرهم. Believe that salamanders are the descendants of demons born from chaos flame, from which pyromancy is also said to have origin or originated. شحليلة تحليلك يا حليلك. خليك معاه، احنا ندور على الايتم. وين الايتم اللي ضيعنا ذا مع الفرة حقته؟ اوكي، يعني المفروض انه somewhere here ورا هالشجرة. هذا في ايتم بس احنا لا شفنا واحد ثاني، احنا مو بهذا. هنا عميق. خاف انا، معناها في احتمال نكبات. conjurer's hood ست كامل. great sap swamp pyromancy tome، هذا نعطيه حق البايرومانسر يجي يعلمنا حركات زيادة لو نبي نتعلم. هذا الايتم اللي لا، هذا يمكن هو ناخذه. جرين بلاسم، هذا تساعد على ستامنا. هناك بويزن، في باب. في واحد من هذيلي. حلوه الايتم. امبر، شكرا. افتك من البويزن. المكان فاضي احس.
انه المفروض كان مليان فيه اشياء. ولا تعطي مجال حق عبيل يسوي لك بويزن. او في طريق هنا بعد في واحد. حتى صرختها هذا حسه كوبي بيست من بلاد بورن، بس طبعا شكله شوي مختلف، بس الستركشر حقه شلون جسمه وصرخته. تايم فور ستابينج ان ذا باك. اوه هذه زي اللي حاربناها في اول حلقه اللي هو كريستال ليزرد كبيره. Think carefully. اروح ما اروح. اوه عرف هذيلي موجودين من زمان. هذيلي هذا الدارك نايتس. شوف الدم. تدري شلون مالي خلق. ف just in case عندنا اثنين. مالي خلق ارجع خاصة عشان لا تصير حلقة طويلة. great sword بعد لا، وما يصير لا ستاجر. لازم ننتبه. اوف طقة واحدة شالت كل ال هذا. لازم طقة وتوخر عنه. اوه طقة واحدة نص الاتش بي. اوه طقة ثانية نص الاتش بي. يا سلام انا بعد غلطت شوي ما رجعت عدل. خلينا نشوف الحين الرينج زي يصير له زي الجزء الاول ولا الجزء الثاني. الجزء الاول كان مختفي خلاص. الجزء الثاني سوى حركة ما لها داعي انه يتصلح. زين ما يتصلح يعني يستهلك. طيب اجي خلى نرجع للبيس نسقع لنا ليفل، يمكن ليفل او ليفلين، وبعد ايش بنسوي؟ نكلم اي نشوف السول مال السيج. احتمال موست لايكلي بيعطينا اشي حق كاسترز حق ميج حق ساحر، بس خلينا نشوف بعدين نرجع نكمل مشوارنا في وين. اوكي شيء شيك هذا. وانا خوينا كورتلاند. لا كورتلاند المكان اللي جاي منه هو اسمه. لا so happened upon any twisted souls. Yes. Ludlith of Cortland. Cortland المكان اللي جاي منه. No star of our purpose. Five thrones will. ما سمعناها من زمان. ما عندي شيء جديد. اوكي. Spell و Reaper. Reaper زين يعني ثاني حق ماجيك. كريستال هيل الظاهر هذا اللي كان يسويها علينا اللي الماجيك اللي كنا مطر. فيا حق ماجيشنز. اوكي تريت ذا فاير كيبر نوت وذ ذس كورتسي شي از ماتش لايك ذي بريزنرز بوث كيبت تو لينك ذا فاير. طالع معلومه عن الفاير كيبر. احنا كنا ندري من زمان انه غصبا عليها. هذا شوف يقول شيء جديد. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf blood. Even accursed undead want to believe they're special. Okay. Pity the sorry souls. اخلص.
كلمته بس ما كنت قاعد اسجل، جالس يتكلم يقول ان الفالن هذيل المجموعه الانداد الفالن تقدر تدخل معاهم او انهم يدخلونك طبعا هذا في مثل ما شفنا الحلقه اللي قبلها مات طلعت بداله هذه. خلينا نشوف اذا تقول شيء ولا لا. Let there اوكي واحد معجب. خلينا نشوف اذا تقول شيء ولا لا. طبعا ما شلت الهالوين قاعد بس كذا بعدها اوكي معانا. ف خلينا نشوف شو تقول شيء معين ولا لا. اوكي دارك سجل and our lord of hollows. هذا قديمه ما قلت نفس الشيء. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. طيب. And I of course am also thine. That a lord a bearer for the time. نفس الشيء. Oh magic untrue dark ring retain human appearance while hollow. Okay. عندها sacrifice rings حلو. take the appearance of a phantom هذا كله حق PvP يعني هذه شخصية إذا تبيها حق PvP items إنك تقدر تلعب على واحد أو شيء قبيل. okay talk. oh hello you're back and in one piece well now it's time I do my part. اوكي هذا اذا عنده شيء جديد ما كنت اركز انا على الاسلحه ذي واجد بس شكله اساس نايت لا شكله ما في شيء جديد. احنا ناخذ اول شيء المفروض اللفل بس يلا ناخذ 20. You can keep the ring as nice so calm. You can add goodbye. Oh, this place is قال الأفضل أول شيء نشوف شو اللي الصوت اللي يبقون عندنا. كان في ها ما أدري أعطيهم أغراضهم ذلين. هذا أعطيه التوم اللي شفته. Ah, there you are, unkindled one. I am pleased to have a pupil as dedicated as you. حلو الوايس حق هذا. Welcome. Give pyromancy to him. دقيقة. Do not be gone for what is it? أخ ما أدري إذا هل موجودة هالجزء ضايفينها لأن كنا لازم تختار بس واحد. إذا بنختار واحد لا ما اتوقع بس just in case اذا بستخدم ماجيك راح يكون نوع من الهيلينج. Oh, champion of Ash, welcome back. Do you wish to hear a tale? You only have to ask. اها صارت تقول سالفه. You know, in my home of Kareem, I was a nun. كنا قالت نفس الكلام من قبل. I would be pleased to share the tales. Yeah. But if I had a difficult نفس الكلام. Terribly sorry. اعطيها ال شو اسمه. Oh, you've brought me a braille divine tome. Yep. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. صارت الحين ايش تعلم؟ هيل، ميد هيل، ريبانشمنت اللي هو هيل اوفر تايم، كيور ايلمنتس فور سيلف اند فيسينيتي. هذه الاشياء الحلوه اللي بدل ما تصرف ايتمز على انك تشيل بويزن ولا تشيل ديفرنت اذر تشيل لنا مثلا سم ولا كيرس لعنه او شيء من قبيل انك تقدر تشيلهم بالماجيك فما يحتاج دائما تشيل معك رصه ايتمز. ايش؟ اوه هذه بعد هالماجيك هذا انترستنج يعطيك زي كان 1 اكسترا هيت انه اذا وصل الاتش بي حقك زيرو ما تموت على طول يعطيك فرصه زياده.
وهذا بدال الهوم وربون هم انك ما تصرف ايتم. وهذه اي او اي حلوة حين بي 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 ناس واجد يستخدمونها يطيحون الناس من المرتفعات من المرتفعات. الحين خلينا نشوف هذا يقبل ياخذ التوم ولا لا. اتوقع يقبل يعني بس ما ادري ما ادري وين سمعتها Yes, here we are. It's been long indeed. With this, I can teach you more sophisticated pyromancies. Splendid. I can boast I am your tutor a little longer. طبعا pyromancies جديدة. Great combustion. وهذه bursting fire. Okay. Do not be gone for long. What is a teacher without a pupil? باقي نروح ل اسمها هذه بس ما ادري اذا بتاخذها لان هي تبي امبر اش. يعتبر امبر اش. اوكي Paladin ashes. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. شو الايتمز الجديدة اللي حطت؟ اكسايل ارمر اللي حاربناهم. سيج بيج هات. يعني بيسكلي هذا الخاتم شنو هذا؟ لويد شيلد رينج. بوست دامج ابسوربشن وان اتش بي از فول. Not bad. كنا ناخذه. يعني basically على أساس إنك لا من البداية قاعد تسوي فارم لمدة ساعات وتأخذ item جامد. صاروا يسوون هالحركة أن يسمونها gating إن كل item بعد فترة معينة يلا تقدر تأخذه لما تعدي مكان معين. Welcome home, Ashen One. Level, come level. Speak thine heart's desire. Very well, then take nut. Can I show come soul? يبينا واجد فيعني بس level واحد. والله بدي أنا أصعد على الأقل ال HP إلى 1000. كذا 977 يعني ليفل ثاني. اوكي اتش بي از جود. دقيقة لا والله ما عندنا الاثنين. في الشارد استخدم الشارد مع اندري خوينا اندري. You too my friend. Reinforce. صار عندنا 8. نقدر نخلي 8 واحد بس احنا اجل قلما ما نستخدم ال خلينا نشوف اذا نقدر نطور. لا هذا يبي له لارج تايتنايت شارت ما عندنا الا واحدة هو يبي له ثنتين بس عندنا 10 تايت هذا. اوكي هذا يبي له توينكلينج تايتنايت هذا اللي فروست اعتبر سبيشل. nothing to repair. دقيقة هو شوف لو الداجرز يتطورون اكثر او يتطورون اكثر كان انا حلو اللعب فيهم شوية ك اساسا اللثيف انك كذا دول ويلدينج. يب so that is about it for this. هذا خلاص راح يكون نهاية هالحلقة.
تشوفونا حلقات جاية. راح نكمل في الحين عندنا طرقين بس نشوف كل شيء في أوانه. شكرا على المتابعة، يعطيكم العافية، سلام.